طبعا نكمل مع الـ analysis of DNA at the gene level. خلصنا من كل دني اللي قاعد تشوفوهن restriction enzyme, gel electrophoresis, probes, DNA cloning وأدنى الـ PCR. خلصنا من عندهم كلهن. الآن راح نكمل قصة الـ probes. probes احنا أخذناها قلنا أنه هي عبارة عن قطعة من الـ DNA احنا نصنعها. وظيفتها شنو؟ أنه تختار لي الـ DNA اللي أنا أريده، هاي وظيفتها. بس حتى تسوي هذا الشيء قلنا انه هي عبارة عن ممثلة بفيلم، يعني اكو قصة كاملة هي جزء من عندها. القصة الكاملة هاي راح نكملها اللي هي الهايبريدزيشن. الهايبريدزيشن شنو هي بالضبط؟ It's a process in which المفروض a probe، يعني مو with، in which okay a probe containing a complementary sequence binds a single strand sequence of a target DNA. يعني مثل ما هجينا بالبروبس قلنا انه هي عبارة عن، يعني اللي راح يصير شنو، انه البروبس راح ترتبط بجزء من التارجت دي ان اي حتى اسوي له selection بهذا المعنى. طيب for example in which we can detect a patient with sickle cell disease. يعني احنا الهايبريدزيشن هي لها غايات كثيرة، يعني هي الفكرة الاساسية من الهايبريدزيشن هو انه ترتبط قطعة دي ان اي بقطعة دي ان اي ثانية. هاي فكرة الهايبريدزيشن. فالبروز من ترتبط بالتارجت دي ان اي هذا اسميه هايبريدزيشن. ايضا الهايبريدزيشن انا راح استخدمها كتكنيك حتى اسوي ديتكشن لديزيز معينين منهن السيكل سيل انيميا. طبعا الهايبريدزيشن هي كلمه مو فقط راح اسمعها بالدي ان اي، راح اسمعها بالبروتين ايضا، واكو حتى للار ان اي اكو يعني كلمه هايبريدزيشن ايضا تخص الار ان اي. لكن احنا بالبارت هذا مالتنا عن الدي ان اي فقط، فراح نتحدث عن الساوثرن بلوتينج. الساوثرن بلوتينج هو هايبريدزيشن. شوف شنو قايل عن الساوثرن بلوتينج. is a technique that can detect mutations in DNA. يعني هي تكنيك نقدر من خلالها نسوي detection للميوتيشنز اللي ممكن تصير بالDNA. it combines the use of restriction enzymes. رح نستخدم restriction enzymes حتى نقطع الDNA. هاي بكل حالاتنا، يعني احنا دائما restriction enzymes اول شيء نبلش به بهذا المعنى. بعدين نستخدم electrophoresis حتى نفصل الدي ان اي القطعة اللي يريدها، وبالنهاية الدي ان اي probes. شلون راح تصير هاي التكنيك راح نشوفه هنا. عندنا احنا هاي قطعة الدي ان اي، هاي بالضبط اللي انا اريد اسوي لها شنو، اريد اسوي لها hybridization. فهذا شخص هنا عنده sickle cell anemia. لو نلاحظ انه هذا الات البوزيشن، يعني البروتين اللي راح يتكون اللي هو الهيموغلوبين او البيتا جلوبين تشين، ات البوزيشن مالته من بوزيشن 6 بدل الجلوتاميت هنا لو نلاحظ هي فالين جلوتاميت فالين. فهذا الشخص اللي عنده سيكل سيل انيميا راح يكون بدل الاي راح يكون تي. طبعا هاي كومبلمنتري، هاي كومبلمنتري لها، احنا راح نتحدث على هاي الفوق اللي هي جي تي جي. المفروض هي جي اي جي مثل ما هنا أنا. اوكي لا هاي هم تي الناس مش اسمه بيها سيكل. مهم فهنا هاي هنا طبيعيه، ما عندها هنا طبيعيه اساسا. فالمهم هذا نورمال، هسه راح نشوفه. المهم اني فالمهم اني عندي شنو، المهم عندي انه انا شنو اللي راح استخدمه، راح اخذ بروبس. هذا البروبس مكون من قطعه من الدي ان اي تكون كومبلمنتري للدي ان اي، الدي ان اي مال السيكل سيل الشخص اللي عنده سيكل سيل انيميا. فاجيب هذا، يعني انا حتى شو اسوي، المفروض اجيب دي ان اي اقطعه بالريستريكشن انزيمز، يعني ادخله بالتيوب معين حتى اقطعه بالريستريكشن انزيم. القطعه اللي انا اريدها راح تكون موجوده وين، بال يعني بالش اسمه بهذا الكونتينر او هذا التست تيوب. راح اجيب اني البروبس، بروبس اني هنا عباره عن، قلنا البروبس شنو هي، عباره عن قطعه من الدي ان تكون كومبلمنتري للبارت من البيتا جلوبين جين اللي صايره بالبوينت ميوتيشن. فقطعة صغيرة، يعني أنا ما راح أجيب الـ يعني القطعة اللي تكفي الجين كاملة، لا أنا أريد قطعة صغيرة. طبعا هاي تكون ايزوتوب، يعني بها ايزوتوبس بحيث أنه تكون ليبولد، يعني تكون مشعة حتى أقدر أشوفها. أسوي الكتروفوريسيس.
الالكتروفوريسيس الوظيفة من عندها شنو؟ انه هي راح تفصل لي الدي ان اي على حسب السايز، اوكي، على حسب السايز، حتى انا تنفصل عندي، ينفصل عندي الـ يعني تنفصل عندي السترينث على حسب، يعني على على حسب معين، اوكي، على بطريقة معينة حتى افصل اني الفراجمنتس مال الدي ان اي. من افصلهن راح اخليهن على ممبرين معين، مثل ما شفنا بالالكتروفوريسيس وقلت انه اكو ممبرين معين راح اسوي الفيكس، يعني راح اسوي فيكسيشن للفراجمنتس على هذا الممبرين. من كملت سويت فيكسيشن راح اجيب هذا البروبس، البروبس يعني راح يكون عندي متوفر، فهذا البروبس راح يكون موجود بي على هذا الـ يعني الممبرين. طبعا الممبرين يعني ما راح يكون كبير، يعني نسميه يعني مثل شيب، يعني مثل كاسيت، يعني او هيك قطعه صغيره من الممبرين راح يكون مسطرات عليه الدي ان اي فراجمنتس. الدي ان اي فراجمنتس قلنا مسطره يعني بالالكتروفوريسيس. اجيب بعدين شنو البروبس. من اجيب البروبس، البروبس راح يختار قطعه الدي ان اي اللي تكون كومبلمنتري له بهذا المعنى. فنلاحظ انه لو كان بهذا المعنى، يعني هذا هنا بهاي الحاله هذا البروبس وهاي قطعه الدي ان اي اللي هي عباره عن كومبلمنتري لل، يعني ذني مثل ما لاحظ ذني هنا عباره عن تو ستراند، ذني يمثلا البيتا اغلوبين جين اللي صار بالبوينت ميوتيشن، فذني طالما كومبلمنتري تو ايتش اذر هذا الـ لو لاحظ البروبس، البروبس راح يكون يمثل يعني يشبه هاي الستراند. فمن يجي هذا البروبس راح يكون راح يعني راح يرتبط بالكومبلمنتري مالته اللي هي هاي، لو لاحظ هاي هي نفسها هاي. فهاي لو 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 كانت لو كان الشخص مو سيكل سيل انيميا، ما عنده سيكل سيل انيميا، لكان تي بدل الاي، فهنا اي راح تكون كومبلمنتري مع هاي، كونت الكومبلمنتري. اني هذا البروب هو عباره عن ايزوتوب، بي ايزوتوب يعني بي ال بي ال يعني الايزوتوبس مال الفسفور اللي هو الفسفور 32، يعني نظير الفسفور 32. فبهاي الطريقه اني اقدر اكشف عليه او اعرف من القى هذا البروبس مكون كومبلمنتري، من لقى الكومبلمنتري مالته يعني معناته شنو؟ معناته اني عندي سيكل سيل انيميا. اذا ما لقى الكومبلمنتري مالته بهاي الطريقه يعني هذا الشخص ما عنده سيكل سيل انيميا. يعني هاي طريقه الهايبريدايزيشن هي عباره عن طريقه ثانيه حتى اقدر اكشف عن السيكل سيل انيميا، مو فقط عن السيكل سيل انيميا، عن هواي نقاط. هاي الطريقه نسميها ساوثرن بلوتينج. احنا قلت اني الهايبريدايزيشن هي لفظه عامه، ممكن استخدمها بالبروتين، ممكن استخدمها بالدي ان اي، ممكن وايضا ممكن بالار ان اي. بالنسبة للدي ان اي اللفظة الخاصة مالته هو ساوثرن بلوتينج. طيب شو فكرة الساوثرن بلوتينج؟ الفكرة انه يعني ساوثرن من اسمها يعني بالشمال، فيعني انه يعني اشخاص معينين، علماء معينين موجودين بمنطقة معينة اكتشفوا هذا الشيء واستخدموه واشتهرت هاي الطريقة بمكان معين، فلهذا السبب سموها بهاي الطريقة. بلوتينج شنو؟ احنا الالكتروفوريسيس راح يكون نقاط معينة، نقاط معينة يعني تتكدس بها الدي ان اي، يعني بهذا المعنى. فهذا هي فكرة البلوتينج، يعني هاي الشريط او التجمع من الفراجمنتس اللي يظهر على الكاسيت اللي هو الممبرين اللي بعد اللي راح اثبت عليه الدي ان اي فراجمنتس بعد ان اسوي الكتروفوريسيس بهذا المعنى، فهذا راح يطلع كبلوتينج. فهذا الساوثرن بلوتينج اللي هو استخدام الهايبريدايزيشن بين البروبس والدي ان اي فراجمنتس اوف بيتا جلوبين جين بهذا المعنى. فلهنا نخلص ان الهايبريدايزيشن، ننتقل الى يعني الى نقطه ثانيه، ولكن هاي النقطه الثانيه راح تكون بفيديو منفصل. طبعا كل الفيديوهات موجوده ببلاي ليست خاصه بها باسم المولكيولر دايجنوستس، ان شاء الله مجرد ان اخلصها راح انشرهم بحيث تقدرون توصلهم بطريقه متسلسله.